بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى متوسط أولياء الأفاضل، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء. أيضا في هذا الفيديو جبت لكم موضوع رائع لمراجعة الفرض والاختبار تاع الفصل الثاني. إذا إليكم جميعا، نعرض عليكم أولا الموضوع باش تحاولوا فيه ثم تولوا للحل النموذجي. التمرين الأول فيه جزئين، الجزء الأول على التحويلات ثم الجزء الثاني أكمل الفراغات. ثم عندكم التمرين الثاني، ثم بعد ذلك عندكم الوضعية الإدماجية. أقول لكم بالتوفيق للجميع. نبدأ على بركة الله. قبل ذلك كما عودتكم دائما نسمي الله ثم نبدأ أي عمل نديره لكي يبارك الله فيه. نبدأ على بركة الله مع التمرين الأول. بسم الله. جلس أحمد ووليد اللذان يدرسان في سنة أولى متوسط في غرفة الضيوف لحل الواجب الذي قدمته لهما الأستاذة، وكان كما يلي. إذن الجزء الأول من التمرين، أنجز العمليات التالية. إذن العمليات وش عندي؟ عندي آل تساوي 3.6 متر زائد 400 سنتيمتر. دائما كي نجمع مقدارين أو قيمتين لازم تكون لهم نفس الوحدة. هنا نلاحظ أن 3.6 بالمتر و 400 بالسنتيمتر. دائما لا أستطيع أن أجمع 400 مع 3.6 إذا كانت من وحدتين مختلفتين. إذا يا إما أحول 3.6 متر إلى السنتيمتر، أو أحول 400 سنتيمتر إلى المتر. نختار كما تحبوا ديروا، الطريقتين صحيحتين. نبدأ على بركة الله، يلا مع بعض. إذا قبل ذلك لازم نرسم جدول التحويلات تاعي. وش عندي في الجدول؟ عندي أولا عندي المتر، ثم بعد ذلك عندي الديسيمتر، ثم بعد ذلك عندي السنتيمتر، ثم بعد ذلك عندي المليمتر. إذا هنا راح أختار أن أحول 400 سنتيمتر تاعي، راح أحوله إلى المتر. شحال يمدلي؟ كيف أحوله؟ هنا 400، كيف أكتبه؟ إذا 400 سنتيمتر شحال يساوي من متر؟ إذا نكتب دائما رقم الوحدات في الوحدة تاعي، يعني في السنتيمتر. نكتب صفر هنا، ثم صفر هنا، ثم 4. كي نجي نحول المتر، نجي للخانة وين راهي المتر، إذا نقرأ العدد، إذا ندير الفاصلة، إذا هو 4 متر. إذا 400 سنتيمتر هو 4 متر، وبالتالي راح تصبح عندي 3.6 زائد 4 متر. إذا قلت تصبح عندي 3.6 متر زائد 4 متر. وش يمدلي؟ إذا 3.6 زائد 4، هنا كأن عندي 0.0، 6 زائد 0 6، 3 زائد 4 7. إذا راح يمدلي الناتج 7.6 متر. نجي نفس الشيء لآل، عندي 12 مليمتر زائد 5.17 سنتيمتر. أختار يا إما أحول سنتيمتر إلى المليمتر، أو المليمتر إلى سنتيمتر. مثلا هنا أحول المليمتر إلى سنتيمتر. نمحي كل هذا، شوفوا معايا، نخلي نفس الجدول، شوفوا معايا هكذا. إذا 12 مليمتر كيفاه نكتبها؟ نكتب الآحاد تاعها 2 في الوحدة اللي هي المليمتر، ونكتب 1 وندير الفاصلة عند السنتيمتر. إذا تخرج لي 1.6. إذا راح تولي لي 12 مليمتر تساوي 1.2 سنتيمتر. ثم نجمع 1.2 مع 5.17. هنا ندير صفر، شحال تخرج لي؟ 6.37، ما ننساش الوحدة كم؟ سنتيمتر. إذا نكتب النتيجة تاعي. إذا واش نكتب هنا؟ نكتب 6.37 سنتيمتر. بنفس الطريقة ندير العملية الثالثة. إذا واش عندي؟ هنا عندي 3 سنتيمتر مكعب زائد 4 مليمتر مكعب. دائما نفس الشيء، هنا ما نستعملش هذا الجدول، نستعمل جدول آخر. الجدول هو كالتالي، شوفوا معايا.
إذن هنا نقسم، عندي السنتيمتر مكعب نقسمه إلى ثلاث خانات هكذا، عندي الديسيمتر مكعب، لازم كل هذه الجداول تحفظ. ثم عندنا المتر مكعب يقسم إلى ثلاثة. هنا واش عندي في سنتيمتر مكعب؟ عندي الديسي لتر، عندي السنتي لتر، وعندي هنا الميلي لتر، وهنا عندي اللتر، هنا الديكا لتر، ديكا لتر، وهنا عندنا الهكتو لتر. شوفوا معايا، حنا راح احول مثلا السنتيمتر مكعب الى المليلتر مكعب، الى المليلتر، او المليلتر الى السنتيلتر. شوفوا معايا، 4 مليلتر، 4 مليلتر كم يساوي من سنتيمتر مكعب؟ اذا 4 مليلتر يساوي نفسه 4 سنتيمتر مكعب. اذا نجمع 3 زائد 4، اذا يولي لي ال يساوي 3 سنتيمتر مكعب زائد 4 سنتيمتر مكعب، ويساوي 7 سنتيمتر مكعب. اذا هنا 7 سنتيمتر مكعب. نفس الشيء هنا، عندي 3 متر مكعب زائد 1500 لتر. اذا واش نحول؟ مثلا نحول 3 متر مكعب الى اللتر. اذا نمحي كل هذا. اذا شوفوا معايا، عندي في تاعي ماذا يساوي؟ في يساوي، قلت 3 متر مكعب ناقص 1500 لتر، وحول 3 سنتيمتر مكعب الى اللتر. اذا وين نكتب؟ نكتب في الخانة تاعي، نكتب 3 متر مكعب. اذا نكتبها الوحدات، نكتبها في الوحدة 3 متر مكعب، ونجي نحول الى غاية اللتر، وضيف اصفار 1 2 3. اذا تصبح لي 3 متر مكعب، اذا في تاعي تساوي 3000 لتر ناقص 1500 لتر، وبالتالي في تاعي 3000 ناقص 1500، اذا راح تخرج لي 1500 لتر. اذا هنا الناتج هو 1500 لتر. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. يقول السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية. الفراغات هي كالتالي، لقياس طول نافذة نستعمل ماذا نستعمل؟ إذا نستعمل أدوات القياس، نستعمل الشريط المتري، المتري، ثم بعد ذلك أما طول الطريق نستعمل نقول العداد، ثم بعد ذلك لقياس أبعاد الدقيقة ماذا نستعمل؟ نقول نستعمل القدم القنوية، أو أعيد نديره لكم لأن المكان هنا ضيق جدا، نعاود لكم. إذا نكتب لكم فقط الإجابات، شوفوا معايا، نكتب هنا التمرين الثاني، من الأفضل الثاني، ونكتب إذا الإجابة الأولى. إذا نكتب، إذا نتابع التمرين الثاني. قلت لقياس الأبعاد الدقيقة نستعمل القدم القنوية، وحدة القدم القنية اللي نستعملها هي المليمتر. إذا نكتب المليمتر، الرمز تاعها أم أم. ثم بعد ذلك ثالثا، لتعيين حجم جسم صلب منتظم الشكل نستعمل طريقة طبعا الحساب، يعني استعمل الحساب طبعا، وذلك بتطبيق القاعدة الرياضية. إذا كان متوازي الأضلاع ندير الحجم مثلا يساوي الطول في العرض في الارتفاع، هذا اللي شفناها في الدرس. ثم بعد ذلك رابعا، عفوا نتابع، أما الجسم الصلب الغير منتظم نستعمل طريقة الغمر، شفناها أيضا في الدرس. أخيرا لتعيين درجة الحرارة نستعمل المحرار، وحدتها هي الدرجة المئوية، الدرجة المئوية، الرمز تاعها
سي صفر هكذا. إذا أتيت إلى نهاية التمرين الأول، أكتفي بهذا القدر لكي أقول إلى التمرين الثاني والوضعية إن شاء الله في فيديو آخر. ما عليكم إلا الاشتراك في القناة ليصلكم ما هو كل جديد. إلى الملتقى إن شاء الله.